احتفلت الكنيسة الكاثوليكية بعيد يسوع الملك، وذلك بعدة لقاءات شبابية جمعت عددا كبيرا من أبناء الرعاية في المملكة. تخللها العديد من القداديس الاحتفالية بهذه المناسبة. التفاصيل في هذا التقرير. تتوالى احتفالات الشبيبة في العديد من الكنائس في المملكة بعيد يسوع الملك، عيد الشبيبة. ففي كنيسة الرسل للاتين في الزرقاء الشمالي ترأس المطران ويليام الشوملي مطران اللاتيني في الأردن قداساً احتفالياً بمشاركة الأب إياد بدر كاهن الرعية والأب جوفاني الكاهن المساعد بحضور الشدياق طوني حايين والراهبات وأبناء الرعية. في بداية القداس رحب الأب بدر بسيادة المطران الشوملي على تفضله بالحضور إلى الكنيسة ومشاركته تعيين مسؤولي الشبيبة والانطلاقة الجديدة لها في هذه السنة، داعيا الجميع للصلاة لأجل الأردن وقيادته الهاشمية وأن يديم على الشعب الأردني نعمة الأمن والأمان والسلام والاستقرار. نرفع صلاتنا ونطلب من يسوع الملك دائما يبقى ممجدا في حياتنا، دائما يبقى المثال لكل واحد منا وخصوصا أبناء الشبيبة أبناء كنيسة الرسل، خادم محب رحيم على مثال يسوع الملك. وفي عظته هنأ سيادة المطران الشوملي شبيبة الزرقاء بعيد يسوع الملك وشكرهم لدعوتهم له للمشاركة في انطلاقة الفريق الجديد من المسؤولين، معربا عن تمنياته لهم بالنجاح والتوفيق في مهمتهم الجديدة. اليوم احتفلنا في رعية الرسل في الزرقاء بعيد يسوع الملك، وخلال العظة شرحنا معاني هذا العيد، بأي حق يسوع المسيح هو ملك الكون، ما هي أوراق اعتماده، وأيضا قلنا كيف يمكن أن يملك علينا روحيا وكيف يمكن أن نكون تلاميذه. الجواب أن نتبع شريعته، شريعة المحبة، لأننا سنحاسب مساء حياتنا عن المحبة. كان احتفال راقي، ترتيل جميل، ونشكر الله على نعمة وجود شباب ملتزمين تجاه الكنيسة وتجاه تعليمها. نبارك لهم ونتمنى لهم التوفيق. تأسس هذا الاحتفال بسنة 1987، وكانت انطلاقته عيد الشبيبة من كنيستنا كنيسة الرسل، فمضى 30 سنة على هذا الاحتفال، وهو احتفال رسمي لكل شبيبات المملكة تحتفل بهذا العيد لتجديد الوعد وتأسيس المجالس، مجالس الشبيبة في كل شبيبة. واليوم زي ما تعودنا بكل سنة الشبيبة بتنهي عام وبتبدأ عام جديد وبتأخذ شعار للانطلاقة الجديدة. أنهينا عام أخذنا في شعار ثبتوا قلوبكم، وشفنا أنه ثبات القلب ما يمكن يكون إلا بالاتكال على نعمة ربنا، فكان شعارنا للسنة الجديدة توكلت فلا أخاف، حتى نثبت وسط مخاوف واضطرابات الأجواء الموجودة حوالينا، ونعرف أنه ثباتنا بيكون دائما بالاتكال على الرب وبالاتكال على نعمته ومحبته. إحنا اليوم بعيد الشبيبة عيد يسوع الملك بنحتفل بشبيبة الأردن جمعاء من كل أنحاء المملكة، من الشمال للجنوب ومن الشرق للغرب. قبل يومين إحنا احتفلنا بتنصيب أمانة 2018، وتم قبول استقالة أمانة 2017 من قبل سيادة المطران ويليام الشوملي، وشكر الجهود المباركة اللي تعبوا واشتغلوا خلال عام ماضي. وبعد العظة بارك سيادته الفريق الجديد للشبيبة موزعا عليهم الكتاب المقدس نهج طريق، كما قدم للأعضاء القدامى الذين خدموا الكنيسة الهدايا التذكارية. وتزامناً مع احتفالات الكنيسة الكاثوليكية في الأردن بعيد يسوع الملك،
أقامت شبيبة رعية القديس ميخائيل السماكية قداساً احتفالياً ترأسه الأب إبراهيم نفاع راعي الكنيسة بحضور جميع فعاليات الشبيبة وأبناء الرعية. وخلال عظة القداس قدم الأب نفاع الشكر الجزيل لمسؤولي الشبيبة على جهودهم وإخلاصهم في خدمة كنيستهم، كما قدم الشكر للراهبات على خدمتهن المتميزة بالمحبة والعطاء. فكانوا الشمعة المحترقة التي أضاءت لأطفالنا وشبابنا دروب النجاح، إلى من أعطى من عمره فأجزل، وعمل فأجاد، وعلم فأفاد، وغرس فأحسن، وصادق فأخلص، وكان الحصاد أجيالاً ستذكركم جميعاً دائماً بكل خير. احتفلت رعية مار ميخائيل السماكية باحتفال يسوع الملك كباقي رعايا المملكة، وتم تنصيب أعضاء الشبيبة بجميع فئاتها، وأمام مذبح الرب تم تجديد وعد الشبيبة لجميع الأعضاء. ونشكر دائماً قناة النورسات لمشاركتها جميع احتفالاتنا بالرعية. وخلال القداس تقدم أعضاء الشبيبة من أجل تجديد وعودهم وتلاوة صلاتهم التي تعبر عن التفاف أبناء الشبيبة حول الكنيسة.